إلى حضرة نبينا وشفيعنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد البصيري رضي الله عنه وشيخنا أستاذنا عاشق الرسول عبد القادر الكندوري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمع جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق في ظلماء من إظام. أما لي عينيك إن قلت كيف فهمتا أما لقلبك إن قلت استفق يا إيمي. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجمين منه ومضطرم. لولا الهوى لم تضيق دمع لا طللين ولا أرقتني ذكر الباني والعلمي. فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدو للدمع وسقمي. وأثبت المجد خط عبرة ولنا مثل البهار يعلى خديك والعنمي. نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام. يا لائمي بالهوى العذري مرذي ردا مني إليك
وعلا أنصفت لم تلومي عادتك حاليا لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائب منحسم محلتني النصح لكن لست أسمعه إن المعيب عن الرذان في صمامي إني تهمت نصي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن تهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والحرم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير معتشمي لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم ولي برد جماع من هوايتها كما يرد جماع الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطاعة ما يقاوي شهوة النهيم والنفس كالطفل تهمل أشبع إلا ربير الله وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هوا هوا حذر أتوليه إن الهوى ما توى لا يسمي أو يسمي وراعيها وإيا في الأرمان سائمة وإن هي استعلت المرء فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسامي وقشد سائس من جوع ومن شبر ورب مقمصة شر من التخم واستفرغي الدمع من عين قادم تلات من المحارم والزم حمية الندم وخلي بالنفس والشيطان وعصيما وإنهما محلا كالنصح
تائمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا علمان لقد نسبت به نسلا لذي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم مولاي صلي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلم تصنى التمان أرحي الله لا ما إلى أن استكت قدما كل رمي ورمي وشد من سغب أحشاءه وطبا تحت الحجارة كاش حمترف الآدمي وراودت الجمال الشم من ذأبي عن نفسي فأرى أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا غرارة ما لولا لم تخرجي دنيا من الأدمي محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نائبنا أعد أبر قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكنا به مستمسكنا بأبل غير مبصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكل أمير رسول الله ملتم
عيسى قربا من البعد أشفى من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يوم الذي تم مرنا بطرته ثم اصطفى أحبه من بعدي والنسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يدر ما دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما دعت فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسال الله ليس له عد فيردي بعنه ناطقا بفمي لو نسبت قدره آياته عظاما أحيى اسمه حين يدعى دارس رمام لم يمتعي النبي ما تري العقل به حرصا علينا فلا نرتب ولا نائمي أعيا الورى فهم ما له فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تنهر للعينين من بعد صغيرة وتكي الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم النيام تسى لو عنه بالحلم وما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير قال كل آي أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنها شمس فاضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في أكرم بخالق نبي ينزانه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متسمين الدين في طرفين والبدر في طرفين والبعيد في كرمين والدين في كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ مكدان في صدف من مردنا منطقي منه وما ابتسمين
لطيب يا عديل تور بالضم أعظمه طوبى لمتشيقين منه وملتثمين يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده طيب عنصره يا طيب مبتدئين منه ومختتم يوما تقرس في البرص أن أما قد أنذر بإعلان البأس والنقم وبعد إيوان كسرى وهو مصادع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار قميدة الأنفاس من أسف عليه والنار العين من سدمي وساء سوات أن غلت بحيراتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلني رزنا وبالماء ما بالنار من ضربي والجن تهتف والأنوار سطيعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم وإعلان البجائر لا تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاين في اللبط من شعب منقلات وقما من الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقف إثرى منهزمين كأن أرمك أبطال أبرأتي أو عسكرا بالعصا من راعتي إرمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم يا رب سيدنا خير الورى سندا حس المقاصدنا ذا الجود والكرم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت
تلي دعوتي إل أشجار سجدة تمشي إلي على ساقم بلا قدمي كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أن سرى سائرة تقيئ الرواطي سل الهادين أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مضاعم الغرامين خين ومن كرامين وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغاري وصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغاري من أريم ظن الإمام وظن العنكبوت إلا خين البانية لا تنسد ولم تعمي وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن أعلم من الأطم ما سمني الدهر لائما واستجرت به إلا ونلت دوارا منه لم يظلمي وللتمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر المعيامين رأيا إن لها قلبا إذا نمت العينان لم ينمي فذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وعيا به مكتسب ولا نبيا لا غيب به متأمي كم أبرأت بصيبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة الأمام وأعيات السنة الشباء ضربتها حتى أكت غرة في الأعصار الدوم بعريض جاد أو خلت البيطة بها سيبا من اليم أو سيلا من الأريم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات الله ظهرات ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر رؤيتا در اسنا وهو منتظمات وليس ينقص
نقص قدره غير منتظم. فما تطاول أما للمديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم. آية تعقم من الرحمن مهدتة قديمة صفة المصاب بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا الله عن المعاد وعن عهد وعن إرم. دامت لدينا فبقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم. ما عذبت قط إلا عدا من عربي أرض الأعدي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها الله رد الغيور يد الجاني عن الحرمين. معانك موج البحر بمددي وفوق جوادي بالحسن والقيم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام. قرت بأعين قادي أبا قلت لا لقد ظافرت بأبي لله معتصم. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشابم. فأنا أنعم تابي الله المجاب من العصات وقد جاءوك الأمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لأسد رأي ينكرها فجاءوا لما وعين الهذيق الفائم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدين وينكر الفم طعم الماء من سقم. يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمام العفون ساعته سريا ما فوق مات للأين قرة من. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قرى
بقوسين لم تدرك ولم ترمي. ما قدمتك جميع الأنبياء بها ولت لتقديم مقدم إلى قدمي. وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. حتى إذا لم تدع سائما لمستبيق من الدنوم وانا مرق لمستنيم. خافضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم. كيما تفوز بواصل أي مستطيلين عن العريان واطين من أي مكتتم. فحزت كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام غير مزدحم. وجل مقدار ما وليت من رتبين وعز إدراكما وليت من بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله دعيناني طرتي بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاهم في كل معتركين حتى أكوا بالقناة نعم الأعلى والأمين. بدوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم. سمن الليالي ولا يدرون عدة ما لم تكن من ليالي للأجر الحرمي. كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العيد قارم يجر بحر خميس فوق سبيئة يرمي بموج من الأبطان ملتطمين. من كل منتدبين لله محتسبين يسطو بمستأصلين للكفر مصطلمين. حتى غادت ملة الإسلام وإيا من بعد غربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا
منهم بخير أبين وخير بعل فلام تيتم ولم تائميهم الجبال بزال عن أم صديمة ما دار آمن في كل مستدمي وسل حنين وسل بدرا وسل أحدا أطفي النلال أطها من الوقم المصدر البيض حم رم بعد ما وردت من العيد كل موس ود من الليمم والكاتبين بسم للغطي ما تركت أقلامهم عرباديس من غير منعدمين شاك السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام تهدي إليك نياء النصر نشأ أما فتعسب الذئر بيل أكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم صارت قلوب العيدا من بأس فرقا أما تبلق بين البأم والبؤام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أعجامها تجيمي ولن ترى من ولي غير منتصر ولا من عدو من غير مقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمات الله من دليلين وكم قسم القرآن من قصيم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم يا رب سيدنا خير المرى تندى أحس المقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آدمت بمضيع أستقن به نوبا عمر ملا في الشعر والقدم إذ قلد عني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطرت غي الصبا في الألتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسمي ومن يبيع أدلا من أمي
عجله يا بلاء الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقضين من النبي ولا حبلي بمنصرمين. فإن عني ذمة من أبي تسميتي محمد وأوف الغلق من ذممي. إن لم يكن في مآدي أخي ذنبي يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. عجاء أن يعلم الرجيم كريما أو يرني الدار من هو يرى محترمي. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزمي. ولن يفوت الغنى من عياد تريبا إن الآية ينبت الأسرار في الأكم. ولم أرد زهرة دنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى عليها كلهم. يا أكرم الخلق معني من على ذبيئي سواك عند إعلان حديث الأميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. وإن من جودك الدنيا ما ضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من ذلة عظمان إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخدمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينأذيمي. وأذن لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم
والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرنا أدبات الباني ريح صبا ما تراب العيسى هادي العيسي بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سعد سعيد دبين طلعت وأبي عبيدات وابن عوف عتيد الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صلي على من ألا بالكرم طه الرسل الذي قد قصى بالكرم. يا ربي آتي المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم. يا رب سيدنا خير وارى سندع الصلمة قصيدنا الجدي والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون بالمسجد الأقصى وفي الإحرام. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. وغادي بردة المقتان قد قتمت والحمد لله في بدء وفي قتم. أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم. فرج بها كربنا يا واسع الكرم. فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك.